أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الذهب والفضة الموجود في الجنة مثل الموجود في الدنيا؟ يا أخي، الله ذكر في الدنيا أشياء تشارك ما في الدنيا في الاسم، تشارك ما في الدنيا في الاسم، تختلف عنها في الحقيقة. الذهب والفضة والروائح الطيبة والسرور والفواكه، الفواكه النخيل والرمان والأعناب والمياه، الأنهار، هذه في الجنة وهي في الدنيا أيضا، لكن ما في الآخرة يختلف عما في الدنيا وإن اشترك معه في الاسم خلافا كثيرا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وذلك مثل أسمائه وصفاته سبحانه، موجودة في الناس، موجودة في الناس، تسمون بها، تشترك مع أسماء الناس في الاسم فقط، في اللفظ تشترك معها في اللفظ، لكن تختلف في الحقيقة والمعنى. قد تشترك الأشياء في الألفاظ وتختلف في الحقائق اختلافا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله جعل في الدنيا نماذج مما في الجنة يستدلوا به على ما في الجنة، نماذج من النعيم والسرور والفواكه والنعم، وجعل نماذج مما في النار من العذاب والكدر والألم والحزن والحر وغير ذلك، نماذج. وما في الآخرة أشد، قل نار جهنم، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. فيوجد في الدنيا، نعم يوجد في الدنيا أسماء مما في الجنة، مذكرات، مذكرات بما في الجنة، وفي الجنة أشياء لا يوجد لها نظير في الدنيا، في الجنة أشياء لا يوجد لها نظير في الدنيا، كما قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.